السلام عليكم. تحتفي الأمم المتحدة في 18 من كانون الأول ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية التي هي إحدى 6 لغات تمثل وعاء رسميا لأنشطة ومداولات الأمم المتحدة وجلساتها. ومن الطبيعي في ظل هذه الاحتفائية العالمية بلسان العرب أن يسأل العرب أنفسهم عن واقع لغتهم اليوم ومدى انتشارها وتمكنها في ظل التأخر السياسي والعلمي والمجتمعي الذي تمر به المنطقة العربية. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نطرق واقع اللغة العربية ونتحدث عن وسائل تمكينها في ظل زحمة اللغات المقتحمة للعلوم والتقنيات، كما نتطرق إلى بعض المبادرات والحملات الشعبية التي شهدتها بعض الدول العربية كما في موريتانيا مثلا لتمكين لسان العرب بين الناطقين به. تفاصيل هذا الموضوع بعد متابعة التقرير. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد، كلمات صاغها أمير شعراء العرب الراحل أحمد شوقي مادحا بها اللغة العربية التي يحتفل العرب بيومها العالمي في 18 من شهر كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ صدور قرار منظمة الأمم المتحدة بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية التي تعمل بها المنظمة. غير أن اللغة العربية على جزالتها وجمالها باتت تواجه أزمة حقيقية بعد أن تخلى عنها بعض بنيها بدعوى عدم ملائمتها لتطورات العصر الحديث، واقع تتجلى مظاهره في غياب اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية، حيث نابت عنها لهجات عامية تختلط فيها العربية بغيرها من اللغات الأجنبية التي انتشرت بفعل عقود عاشها العرب تحت نير الاحتلال الغربي، فأهمل التعليم وانتشرت الأمية وغابت محاولات تطوير اللغة إلا قليلا، حتى لا تكاد اللغة العربية تنحصر في الشعر والأدب والعلوم الدينية الإسلامية. وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات لتمكين اللغة العربية في المؤسسات والحياة اليومية في الوطن العربي، إلا أن الأزمة تبدو أكثر عمقاً من ذلك، فالشباب العربي الذي هو عماد أي نهضة ثقافية أو علمية مستهدفة يواجه في عصر السماوات المفتوحة والثورة التقنية تحديات كبيرة، فوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لا تترك مساحة تذكر، حتى إن قراءة الكتب بمفهومها التقليدي تكاد تندثر ليحل محلها مشاهدة المقاطع المصورة القصيرة وربما قراءة منشور لا يتعدى عشرات الكلمات. أزمة حقيقية وتحد كبير لا يمكن التغلب عليه في رأي المتخصصين إلا بالثقة في اللغة العربية التي استطاعت الحفاظ على أسسها الرصينة بعيداً عن التأثر المخل باللغات والثقافات المغايرة، بل كان لها الدور الأكبر في المحافظة على الهوية العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، ومن ثم فإن الحفاظ عليها يبدأ بوضع البرامج والخطط لنشر الثقافة العربية والإسلامية ضمن مشروع تنموي جامع لا يبدأ فقط باللغة ولا ينتهي عند الثقافة. أهلا بكم. إذن لسان العرب احتفاء أممي ومبادرة تمكين هو العنوان الذي ستدور في فلكه حلقة اليوم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من نواكشوط الأستاذ محمد الأمين الفاضل، الأمين العام للحملة الشعبية للتمكين للغة العربية في موريتانيا، ومن سقاريا عبر الهاتف في تركيا طبعا الدكتور الصادق الفقيه الأمين العام السابق للمنتدى الفكر العربي، ومن الدوحة عبر زوم الدكتور أحمد نتوف أستاذ البلاغة والنقد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ مع من تناءت بنا الجغرافيا، معه الأستاذ محمد الأمين. تناءت الجغرافيا ولم تتناء القلوب إن شاء الله تعالى. أستاذ محمد، أريد أن أسألك في مستهل هذه الحلقة عن الحال أو الهيئة التي هي عليها اللغة العربية في موطنها بين أهلها، أقصد الوطن العربي الذي يمتد على مساحة تنوف عن 13 مليون كيلو متر مربع ويتحدث بها أصولا كما يفترض ما يقل قليلا عن نصف مليار نسمة، كيف هي حالها في هذه البقعة؟ أشكركم على الاستضافة، شكرا
لا تحتاج فرصة أعتقد، وحتى أستغل فرصة الوقت أقول بأن هناك عدة تحديات تواجه اللغة العربية. لعل التحدي الأول أو التحدي الأبرز هو مضايقة أو مزاحمة اللغات الأجنبية التي أصبحت تحاول أن تغزو اللغة العربية في عقر جدالها، في المؤسسات داخل المؤسسات الرسمية، بالأوساط الشعبية، حتى في الخاصة. ايضا هذا هو التحدي الاول، وهو التحدي من ولعله من اخطر التحديات التي تواجه اللغه العربيه في الفتره الحاليه. التحدي الثاني او المشكله الثانيه اعتقد انه مزاحمه اللهجات الوطنيه في 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 الدول العربيه، او حتى مزاحمه بعض اللغات التي يستخدمها بعض الاقليات الموجوده في الدول العربيه. ايضا هذا يشكل تحدي ثاني حقيقي. أصبحنا اليوم للأسف حتى في الخطابات الرسمية، حتى في الإعلام الرسمي، تجد العديد من الدول يتم الحديث بلهجة محلية وتتلقى العربية، وهذا تحدي كبير. أيضا هناك وجه آخر لهذا التحدي، وأن هناك لهجات محلية تزاحم هذه العربية، ويحاول المستعمر، يحاول الطرف الآخر أن يخلق صراعا بين اللغة العربية واللغات المحلية التي تستخدم في بعض البلدان العربية، وبالتالي يخلق هذا العداء، ومن هذا العداء يستطيع أن يفرض مزيدا من لغاته الأجنبية حتى تعتبر بأنها هي لغة التواصل بين الشعب الواحد وبين الشعوب في الدول العربية. وهذه المسألة قد تكون أكثر وضوحا عندنا نحن هنا في المغرب العربي، نعم. وربما هي واضحة إلى حد ما في الشرق. نعم، لكن واقع اللغة العربية أستاذ، يعني تفضل إذا تريد أن تكمل تفضل. أيضا أمام هذا الصراع أصبحت هناك أقليات تدافع عن لغتها، وأصبحت الأغلبية التي تتحدث في البلاد العربية تغيب عن المشهد، وأصبح صوت المسموع في بعض الأحيان هو صوت هذه الأقلية. تبقى النقطة الأخيرة التي أود أن أشير لها هو انعدام الثقة. وقطعا ما دام العرب شعوبا وحكومات ونخب ومؤسسات لم تثق في نفسها، فإن الحال العربية سيبقى للأسف يتردى أكثر وأكثر. نحن اليوم ايضا هذا التشتت هو ايضا مشكله حقيقيه. هناك دول عربيه لها مجامع لغويه تشتغل بمفردها، ولكن ليس هناك عمل مشترك من اجل حمايه العربيه. ليست طيب. هناك مثلا منظمه دوليه تعنى باللغه العربيه في الدول الناطقه بها كليا، اي طيب. الوطن العربي والدول الناطقه بها جزئيا، حيث ان العربيه اصبحت تتبقى. أستاذ محمد، فيما يتعلق بالواقع الذي تحدثت عنه، أستاذ محمد فيما يتعلق بواقع اللغة العربية الذي تحدثت عنه، أريد أن أنطلق مما قررته لأوسع دائرة الحوار قليلا مع ضيفنا من تركيا الدكتور الصادق المهدي. فكرة واقع اللغة العربية يتنازعها فريقان من الخبراء واللغويين والمختصين في الوطن العربي. ثمة من يرى بأنها كما تحدث ضيفنا من الوركشوب بأنها في حالة انحسار وتراجع وسطوة للغات الأجنبية الأخرى عليها، بينما يرى فريق آخر بأنها تلحظ يعني نوعا من الانتشار وأن تحقق بعض المكاسب أفقيا على مستوى التحدث بها بين عوام الناس. هناك مبادرات كثيرة وإن كانت فردية، وعلى المستوى العمودي مؤسسات وجمعيات كثيرة تتبنى اللغة في خطاباتها، في معاملاتها إلى آخره. أي الفريقين أصوب برأيك؟ في رأيي، مع الشكر الجزيل للأخ من موريتانيا، وموريتانيا معروفة بحرص أهلها على اللغة العربية ولغة الضاد، وهي بلاد المليون شاعر. لكن لا أشارك الأخ الكريم هذا التشاؤم في انحسار اللغة العربية. ما يزاحمها اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا اللغة العربية والمحتوى العربي في هذه الوسائل يزداد كل يوم. فالشباب يتخاطب أيضا باللغة العربية كما يتخاطب بغيرها من اللغات. بالأمس القريب كان معنا الاستعمار الذي كان يقرر التعليم باللغة الأجنبية ويقرر النظم الرسمية باللغات الأجنبية، والآن اللغة العربية تسيطر على الأقل على مجتمعاتها وعلى نظم التعليم فيها. فالحال بكل المقاييس، إذا آمنا بالمقاييس الحسابية، فهي أفضل مما كانت عليه قبل الآن
في كل مجتمعاتنا. مستويات التعليم بالتأكيد على دخول اللغات الأجنبية في بلادنا، ولكن أيضا مستويات التعليم في بلادنا جميعا وسعت دائرة استخدام اللغة العربية. حركة النشر هي بالتأكيد أوسع مما كانت عليه في أزمنة سابقة. فهذه النظرة المتشائمة لا أعتقد أن لها مكانا موضوعيا يمكن أن نحسب له حساب. وهي أيضا ليست من النظرات الصحيحة التي ينبغي أن ننظر إليها بحالنا. لا نجلد الذات، لا ذات اللغة ولا ذات الأمة العربية في لغتها. وهذه اللغة أيضا حتى ولو تحدثنا لكن كما ذكرت دكتور صادق معذرة، يعني الآن العرب لا يقدمون منجزا علميا على مستوى السياسة، على مستوى المعارف، على مستوى الاقتصاد، على مستوى العلوم الإنسانية. ليس هناك إنجاز عربي، وبالتالي الإنجاز يأتي من الغرب وتأتي معه المفردات، فتقتحم ساحة العلوم وساحة الحديث وحتى التكنولوجيا والتقنيات، وعلى وسائل التواصل المجتمعي اللغات اللاتينية والأجنبية عموما تزحف زحفا يعني كالنار في الهشيم إلى المجتمعات العربية. هذه ليست ظاهرة جديدة بالتأكيد، هذه ليست ظاهرة جديدة. يعني العرب لم يتخلف اليوم في هذه المجالات والميادين. اللغة العربية لغة أدب ولغة شعر ولغة دين ولغة ثقافة ولغة محفوظة بما هيأ الله لها عبر هذا الدين وعبر هذا الكتاب المحفوظ. فهي بهذه الصفات وبهذه الوضعية الخاصة المخصوصة لا توجد لغة. لكن أرجو المعذرة دكتور، يعني اللغة الإنجليزية في عهد شكسبير وكذلك اللغة الألمانية وحتى اللغة الفرنسية في عهد الأدباء السابقين كانت لغة علوم وثقافة، لكنها استبدلت وأتي بقواعد جديدة حاملة للغة الجديدة. لا يفهم الفرنسي اليوم ما كان يقوله فولتير أو ما يقوله الإنجليزي ما يقوله شكسبير من قبل. لا أختلف معك مطلقا في أن التقدم العلمي، التقدم في النواحي المختلفة يضيف إلى اللغة ويجعل اللغة على الأقل مألوفة. اليابانيون يصنعون والصينيون يصنعون ويجعلون رموز لغتهم هذه في مصنوعاتهم، لا يفهمها أحد ولا تضيف شيئا إلى اللغات، لا اللغة اليابانية ولا اللغة الصينية، ولكن ألفها الناس، ألف من صورة هذه اللغة الناس فقط كصورة، وهي أيضا لغة صورية في نهاية الأمر، لكن لم تضف إلى اللغة إلى لغاتهم شيئا. الثقافة مهمة جدا في تطور أي لغة، الأدب مهم جدا في تطور أي لغة، الدين أكثر أهمية في تطور هذه اللغة الخاصة اللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى. غير العربي عليه أن يتعلم شيئا منها ليحفظ بها دينه. فهي محفوظة بهذه العوامل. زيادة نسبة التعليم في العالم العربي وغير العالم العربي، الآن في عديد من جامعات العالم في مؤسسات العالم تدرس اللغة العربية باعتبارها أحد اللغات المهمة في العالم لأسباب كثيرة، بعضها سلبية وبعضها إيجابية، بعضها عشقا إلى هذا الميراث الحضاري الكبير الذي أوجدته اللغة العربية وأوجده الإسلام، وبعضها أيضا خوفا من أهلها لأسباب أيضا طرأت على العالم الحديث حديثا. فلهذا السبب يتعلمونها، ولغيره من الأسباب أيضا يتعلمونها. طيب. أنا لا أعتقد أن وضع اللغة العربية الآن أسوأ مما كان عليه في أزمنة سابقة قريبة. إذن دكتور نحن يعني أتحول إلى الدوحة لأسأل الدكتور أحمد. يبدو أننا بلا ترتيب نسير بين فريقين، فريق طبعا بحسب توصيف الدكتور صادق فريق في نواكشوط متشائم وفريق متفائل في سقارية المدينة التركية. أريد أن أسألك هنا دكتور أحمد كباحث لغوي ومشتغل بالشأن العام اللغوي، هل أنت مطمئن لواقع اللغة العربية من حيث تعميمها وتمكينها وانتشارها، وهل تأمن على مستقبلها في ظل التقهقر العربي على الصعيد العلمي والمعرفي؟ يسعدني في البداية أن أشكر قناة الرافدين الناشطة في دعم الفكر الأصيل وبذل الجهود التي تسعى إلى إعادة بناء الأمة وقضاياها المصرية، والشكر موصول لك أخي الدكتور جهاد على هذا البرنامج المميز ولضيفيك الكريمين. شكرا. الحقيقة يعني نحن استمعنا إلى وجهتي نظر، وأنا يعني فعليا من خلال واقع
خلال ما قضيته من سنوات طويلة مع اللغة العربية إنتاجاً وتعليماً وبرامج كثيرة اشتغلت فيها، أقول إن نحن نعيش اليوم في ظل تطور رقمي هائل له جانب يعني نصي، وقد أصبح وسيلة لتحريك العصر في مختلف القطاعات. بشيء من النقد الذاتي والمصارحة الذاتية، نلاحظ أن هناك جوانب من الضعف ليست في اللغة العربية، فاللغة العربية بناء لغوي متطور جدا، وإنما في ظهور هذه اللغة في الاستعمال مقارنة باللغات الأخرى في الإنتاج الثقافي الشفوي والمكتوب لهذه اللغة، وهو إن ظننا أنه كثير كما يتراءى لنا، لكنه في الحقيقة مقارنة بما ينتج في اللغات الأخرى ولدى الأمم الأخرى هو قليل. لو أجرينا يعني جولة متعجلة في الفضاء الرقمي، سنجد أن اللغة العربية تتعرض لاعتداءات لا يهم إن كانت متعمدة أو ليست متعمدة، وتتعرض لانتهاكات على مختلف مكوناتها، بدءاً بالحرف الذي اختاره أجدادنا ليرمز إلى أصواتها، ومروراً بمفرداتها ومصطلحاتها، وعطفاً كذلك على بنية تراكيبها، هيكلية نصوصها، وصولاً إلى منتج اللغة العربية من جهة الكم وكذلك من جهة النوع. اللغة أخي الكريم نشاط فكري إنساني يمارسه الناطقون بها، فتحيا وتحييهم وتمدهم بإبداعاتها وقدراتها على استيعاب الثقافة والمعرفة. بحسب إحصاءات صادرة عن بعض المؤسسات العلمية العالمية، يقدر عدد الناطقين باللغة العربية بنحو 420 مليون. ووفقا لإحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2021، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية 291 مليونا. لننظر نظرة فاحصة على المحتوى الرقمي المنتج باللغة العربية الفصيحة، هو لا يتجاوز 1.2%، وبصورة عامة استقرت اللغة العربية خلال ال10 سنوات الماضية في المرتبة الأخيرة بين اللغات المهيمنة على محتوى شبكة الإنترنت، البالغ عددها يعني كما يقال 11 لغة. الحقيقة أننا يعني أنا أنضم يعني أميل هل إلى هذا هل هذا يعكس عدم استعداد دكتور أحمد، هل هذا هذه الأرقام التي سردتها هل تعكس تراجعا لاستعمال اللغة العربية، أم تعكس كسلا ذهنيا وعدم اللجوء إلى الإنترنت، يعني عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي وعدم استقبالها من قبل الشباب العربي؟ يعني هذه تؤشر يعني إلى ضعف واضح لحضور اللغة العربية في العالم الرقمي. سببه يعني إذا أردنا أن نبحث عن السبب، هناك أسباب كثيرة مختلفة. واحد من هذه الأسباب اللي هي قضية الولع بتقليد الآخر، وأحياناً هناك ما يسمى المعلومة الواهمة التي تتسلل إلى عقول الشباب من أن استخدام اللغة الأخرى هو مما يعطي مستخدمها مكانة اجتماعية ومكانة ثقافية. يعني عندما أنطق أو أتحدث باللغة الإنجليزية مثلاً، فمباشرة يظن الناس أنني على مستوى عال من الثقافة ولي مكانة اجتماعية. سأضرب لك مثالاً، حضرت أحد الاجتماعات، كنا كلنا عرباً في هذا الاجتماع، مع أنه جاءت توجيهات بأن تكون الاجتماعات باللغة العربية. الأساتذة الذين معي في الاجتماع كلهم قد تخرجوا من جامعات غربية وهم يعلمون اللغة العربية، وكل واحد منهم يبدأ كلامه باللغة الإنجليزية، حتى إذا جاء الدور إلي تحدثت باللغة العربية، ثم الذي يليني يتحدث بالعربية، وما يلبث الذي بعده أن يتحول إلى اللغة الإنجليزية. في هناك فكرة لها علاقة بالهيمنة والسلطة التي يبحث عنها مستعمل اللغة في اللغة التي يختارها من أجل أن يفرضها على من هم حوله في المجتمع. يعني هي قضية استهلاك للغة، و قضية يعني البحث عن حيثيات أخرى تجعل هذا المستخدم ذا مكانة اجتماعية معه. أرجو المعذرة دكتور، لكن يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، ألتمس منك أستاذ محمد يعني نوعا من الاختصار في الإجابة. يعني كانت الشكوى الآن فيما يتعلق بموضوع استعمال اللغة العربية هو انحسارها على ألسنة بعض الشعراء الذين مالوا إلى لغاتهم اللهجاتهم المحلية الضيقة، ثم ما لبثت أن أصبح هذا الأمر ظاهرة في الشعر والنثر العربي، ثم تحول الأمر إلى الإعلام،
بعد ذلك إلى المدارس والمدرسين وحتى الدعاة والعلماء على وسائل الإعلام صاروا يتحدثون بالعامية. وصلنا إلى مرحلة أن الأطفال، كثيرا من الأطفال الذين ينشأون في مدارس في الوطن العربي، في ألسنتهم عجمة أو غربة عن اللسان العربي الفصيح. ما الذي يغذي هذه السيولة إن صح التعبير؟ السؤال موجه لي. نعم أستاذ محمد. إذا أنا أود أن أصحح قليل بالفعلية بأني لست متشائما لهذه الدرجة. أنا أتحدث عن نقاط ضعف، لكن هناك نقاط قوة، وأنا من الذين يؤمنون إيمانا كاملا بأن هذه اللغة محفوظة. ما دام اختارها الله لحكمة بالغة وأنزل بها كتابه الأخير فهي محفوظة بحفظ هذا الكتاب. نعم. لكن المسألة التي تقع علينا هي أننا علينا أن نكون نحن هم الوسيلة لحفظ هذه اللغة. طيب. هذه أردت أن أشير إليها. أردت أن أشير وقالها الخبير هنا من الدوحة وقطعت، هي المسألة كلها تكمن في مسألة انعدام الثقة. لأنه أنا سأعطيك مثالا من موريتانيا. نحن في اليوم العالمي للغة العربية كنا نحتفل بيوم واحد وبحضور مسؤولين من الدرجة الثانية، رغم أن لغتنا العربية هي اللغة الرسمية. وفي أسبوع الفرانكوفونية دول المستعمرة ننظم أسبوع كامل للفرانكوفونية، يحضر الوزراء وتحضر المؤسسات الكبرى لرعاية هذا الحدث، والعربية لا تجد من يرعاها. ولاحظت هذه المسألة في منتهى لافتة، أن المؤسسات المالية وهي الأكثر فرنسا لدينا هنا في موريتانيا، أنا تابعت صفحة أحد المؤسسات المالية ونشرت منشورا بالعربية والفرنسية على صفحتها. مستوى التفاعل، مستوى المشاركة، مستوى الإعجاب كان باللغة العربية يصل إلى 95% إلى 96%. نعم. بينما مستوى التعامل بالفرنسية كان 5%، وكان تغلب التعليقات تنتقد المؤسسة على كتابتها منشورا بالفرنسية. هو مسألة انعدام ثقة. لا، هؤلاء المؤسسات لو اعتقدوا أن المستهلك ونتكلم من حيث الربح والخسارة، أن المستهلك الذي يتعاملون معه هو مستهلك ناطق بالعربية ويجب أن يكون مخرجات ما يقدمونه بالعربية، لكن للأسف ما زالت هذه العقلية. طيب. لدى الكثير من النخب ولدى الكثير من بما يخص السؤال أن يعتقد أن 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 أن, أن هناك أقليات ولغات أخرى أصبحت تنافس هذه أيضا من صنع. طيب. الاستعمار، وعلى خلق الاستعمار انشقاقا بينها. نحن هنا في موريتانيا هناك شعراء كبار من غير أصول عربية. أهم جهد قدم للعربية في موريتانيا بعد الاستقلال كان قدمه الحاج محمود با، وهو من غير أصول عربية وهو من شريحة أخرى. لكن ما حدث هو أن هناك حدث حاولت المستعمر أن يحدث انشراح أو شرح بين هذه المجموعات، بين هذه المكونات التي كانت. لكن ما يبعث أستاذ محمد، حتى إفريقيا اليوم اللغة العربية تمثل اللغة الثانية على مستوى إفريقيا، والفرنسية تأتي في الرتبة الرابعة، ويقال لنا أن اللغة الفرنسية لغة التواصل مع إخوتكم الأفارقة، وهذا غير صحيح، لأن اللغة العربية تحت المرتبة الثانية والسواحلية الثالثة، وتأتي الفرنسية في الرتبة الرابعة. لكن ما يبعث على التفاؤل في ظل هذا الحديث أستاذ محمد أن هناك حديثا عاما وعصفا ذهنيا في الأوساط في النخب العلمية العربية على ضرورة استرجاع اللغة العربية، وهذا ما يثير كثيرا من التفاؤل. نريد أن نبحث بعد الفاصل كيفية تفعيل وتمكين اللغة العربية بين أبنائها في الوطن العربي، لكن بعد فاصل قصير. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يحطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم.
تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الاحتفائية الأممية باللغة العربية وسبل تمكينها عربيا. سريعا أذهب إلى سقاريا الدكتور الصادق، يعني بعد أيام قلائل ستحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية. هذه الاحتفائية الأممية والدولية أي أهمية معنوية وثقافية وعملية يمكن أن تكسبها اللغة العربية منهم؟ ستكسب الكثير من ذلك الاحتفاء وهذه المناسبة، لأنها صارت الآن مناسبة لا تحتفل بها الأمم المتحدة فقط، ولكن بكل المنظمات التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، المنظمات الإقليمية والمنظمات الفرعية المختلفة، تشارك الأمم المتحدة الاحتفاء بهذا اليوم الخاص باللغة العربية. كنا نحتفل بها في الاتحاد الأفريقي احتفالا مقدس مشهودا يشارك فيه الكثيرون، وهي لغة رسمية في الاتحاد الأفريقي، واللغة التي ذكرت في أفريقيا السواحلية الأوسا والفلاني تأثرها باللغة العربية كثير جدا، يعني بالإضافة إلى العربية في شمال أفريقيا هنالك الكثيرون الذين يولدون بالعربية كلغة أم في أفريقيا في غير هذه البلاد التي تسمى أو المصنفة باعتبارها عربية. في عدد كبير من البلاد الأفريقية يولدون باللغة العربية كلغة أم، واللغات الأساسية التي يتحدثها غالب الأفارقة في شرق أفريقيا ووسطها السواحلية تضم الكثير جدا من مفردات اللغة العربية، يقول البعض أنها أكثر من 75%، واسم اللغة نفسها هي السواحلية أو لغة السواحل أو الشواطئ الأفريقية، وكذلك الهوسة والفلاني تحتضن الآلاف من مفردات اللغة العربية باعتبار أن المتحدثين بها مسلمون في الأساس، فبالتالي اللغة العربية أيضا ضرورة لتدينهم. نعم. فالاحتفاء هو تذكير مهم جدا يأتي من أهم منظمة إنسانية أو منظمة في العالم اليوم، وتتبعها جميع المنظمات التي تعمل بمقتضى نظام الأمم المتحدة، تحتفل بذات اليوم أو بذات المناسبة في ذات اليوم في كل أنحاء العالم. هذه مناسبة مهمة تذكرنا وتذكر غيرنا بأهمية هذه اللغة ووضعيتها في العالم. أشكرك على هذه الإضافة دكتور صادق، لكن لو انتقلنا إلى الدوحة دكتور أحمد، حتى لا يصاب العرب بنشوة الاهتمام العالمي بلغتهم فيقعدوا ويطمئنوا حتى يكونوا أكثر عملية، كيف يمكن الإفادة من هذه الاحتفائية الدولية الأممية باللغة العربية والمناخ الإيجابي الذي يتولد من هذه الاحتفائية فيما يتصل بلغة العرب، كيف يمكن الإفادة في تدعيم هذه اللغة وتمكينها بخطوات عملية؟ فقط يعني أريد أن أعقب على ما ذكرته سابقا، هو يعني ما نذكره من واقع اللغة العربية الضعف الذي ذكرناه لا يعني على الإطلاق التشاؤم، بل هذا يدعو إلى العمل، لأن توصيف الواقع الحقيقي هو الذي يجعلنا نعرف كيف نجد الدواء والعلاج له. بخصوص الاحتفال باللغة العربية، هو يوم مهم، ونحن نعلم أنه الأمم جميعاً تتنافس ما بينها من أجل إبراز أفضل ما عندها، وعندما يكون هناك يوم عالمي للغة العربية فهذا تذكير للعالم بأن هناك لغة اسمها اللغة العربية، وأن هناك يعني قوماً وجماعة لغوية تنطق هذه اللغة، لها حضارة ولها تاريخ مشرق أضاف للإنسانية الكثير. وبالتالي فتذكير بهذا شيء جيد. الآن ما الذي يمكن أن نقدمه للغة العربية في هذا المهرجان الكبير؟ أولاً يعني هو إشغال
خلينا نقول يعني الجماهير العربية من الطلاب والمدارس والجامعات والأساتذة اللغة العربية بإنشاء احتفالات في ما يخص اللغة العربية هو أمر في غاية الأهمية، لأنه يذكرهم ويزيد الوعي بأهمية هذه اللغة وأنها واحد من أهم مكونات الهوية العربية. هذا شيء ضروري جدا. وأيضا الاحتفال بكل ما ينجز على صعيد اللغة العربية من مبادرات لتعليمها على يعني على كافة المستويات، سواء كان في المبادرات الحية في المدارس وغيرها، وأيضا في الفضاء الرقمي كما نعهد. هذا ينبغي أن يتشجع عليه الناس وأن يشجع عليه جميعا في الإعلام، خاصة لأن الإعلام له السطوة الظاهرة في توجيه الأنظار نحو شيء معين. كل الناس في العالم العربي في يوم اللغة العربية يبادرون إلى إنشاء مسرحيات وقصائد شعرية ومسابقات قصصية وغيرها، مسابقات روائية. والسبب في أن الإعلام يهتم بهذه أو بهذا اليوم. فمثلا هنا في الدولة التي أنا فيها هناك عشرات المقالات واللقاءات التلفزيونية، وفي غير هذه الدولة أيضا هناك لقاءات كثيرة عموما تدعو إلى رصد ما أنجز والحديث عما سينجز والتهيئة أذهان أو الذهنية العربية لإنتاج جديد يخص هذه اللغة. فيما تفضل دكتور، أرجو الاختصار، تفضل. يعني أنا أقول ما الذي نحتاج له على صعيد المبادرات المؤسسية والحكومية. خلينا نقول نحن في الحقيقة نحتاج إلى مزيد من التشريعات الخاصة باللغة العربية. أذكر على سبيل المثال مثلا أنك إذا أردت أن تذهب لتدرس في إنجلترا أو في فرنسا، فلا بد من أن أو في ألمانيا أو في غيرها من الدول، لا بد من أن تكون على سوية من اللغة الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية. وإذا أردت أيضا أن تعمل هناك فلا بد من أن تكون متقنا لهذه اللغة التي ستعمل مع قوم ينطقون بها. لكن ما الذي يحدث عندما يأتي الفلبيني أو الهندي أو الصيني أو الكوري أو الإنجليزي أو الأمريكي إلى بلد عربي ليعمل فيه؟ ونحن نعلم أنه البلاد العربية هي يعني منطقة غنية بالموارد وفيها صناعات ناشئة وفيها صناعات حتى لو كانت استهلاكية، فهي محط جذب للعديد من القوى العاملة العالمية. لا يطلب من الذي يريد أن يعمل في البلاد العربية أي وثيقة تثبت تأهله أو سويته في اللغة العربية، أنه تحصل على مستوى مثلا متوسط أو على مستوى مبتدئ متقدم في اللغة العربية. هذا يحتاج إلى تشريعات، وهذا يفتح أيضا سوقا سوق لعدد هائل من القوى العاملة العربية في مجال تعليم العربية سواء في البلاد العربية أو في غيرها. أيضا نحن في حاجة إلى منصات تعليمية، مجامع لغوية ينبغي أن تنجز أشياء وأن تواكب، لا أن تقف كثيرا مطولا عند مصطلح واحد أو اثنين ويشعر الناس أنها في معزل عما يكون في الواقع. طيب يعني نعم فضل. معذرة دكتور، يعني في موازاة الحديث أستاذ محمد في نواكشوط، في موازاة الحديث عن المبادرات والوسائل الكفيلة بتمكين اللغة العربية، لابد من سؤال منطقي هو عن مدى إدراك العرب ووعيهم السياسي والحضاري والثقافي لأهمية تمكين لغتهم وتعميمها. برأيك هل العرب اليوم يمتلكون الوعي السياسي والحضاري الكافي بضرورة تمكين اللسان العربي؟ هذا السؤال هو الذي يلخص كل شيء. نحن عندما نصل إلى مرحلة من الوعي قد تحل كل المشاكل. مسألة تتعلق بثقة بالنفس، تتعلق باعتزاز بكرامة، بأشياء من هذا القبيل. سأشير إلى مسألتين مهمتين لاحظتما في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنهما يمكن أن يستثمرنا في هذا المجال. أولا، نحن هنا وعلى البوابة الغربية لنا صلة كبيرة بالدول الإفريقية، هناك نمو واضح باستخدام اللغة العربية في بعض الدول الإفريقية، بل هناك دعوات لجعلها لغة رسمية في بعض الدول الإفريقية. أنا أصبحت أشاهد بعض المسيرات التي تنظم ضد فرنسا وضد اللغة الفرنسية وتطالب بجعل اللغة العربية. لكن أستاذ محمد، ما قيمة أن تنتشر اللغة العربية في بعض المدن الإفريقية وتنحسر على ألسنة أبنائها في الدول العربية؟
البشارة الثانية التي كنت سأقولها وقد تجيب على هذا السؤال أيضا، أني لاحظت من خلال بعض الاتصال بأن هناك ما يمكن أن لا أستطيع أن أقول صحوة بكامل بإطلاق الكلمة، ولكن أعتقد أن هناك وعيا، هناك تحركا في هذا المجال. أنا أصبحت على اتصال بعدة نشطاء، بعدة فاعلين، بعدة منظمات في بعض الدول العربية التي أصبحت تعمل بهذا الإطار على المستوى الشعبي. وأعتقد أن المسألة المهمة في هذا الموضوع هو أن يخلق رأي عام على مستوى الدول العربية، وهذا لا يمكن أن يخلق إلا من خلال وسائل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تفيد بمسألتين: واحدة تزيد من حجم التداول الرقمي، وأشار الأخ من الدوحة إلى نقص كبير في هذا المجال. المسألة الثانية أنها أيضا تفرض أو توجه الإعلام وتوجه المؤسسات الحكومية للاهتمام بهذا الموضوع. أنا على تواصل كما قلت مع بعض المنظمات، ولدينا ذكرى لماذا لا تخلق مبادرة تمثل فيها كل الدول العربية على المستوى الشعبي، ما دامت الجامعة العربية وما دامت المؤسسات الرسمية وما دامت المراكز والمجمعات اللغوية لم تستطع أن تلعب دورها في هذا المجال. نعم. لماذا لا يقوم الشعوب والنخب بالتواصل بينها وتؤسس مبادرة عربية على المستوى العربي تعمل من أجل فرض استخدام اللغة العربية، من فرض التمكين للغة العربية، من الحد من مضايقة اللغات الأجنبية لهذه اللغة العربية، أيضا من احتضان هذه الشعوب التي بدأت تهتم بالعربية ولا تجد من يهتم بها. هذا ما أريد أن أبني عليه أستاذ محمد، ما تفضلت به نقاط مهمة وفيها شيء من الشمولية، أريد أن أبني على ما ذكرته لأسأل الدكتور صادق في سقاريا، هل يمكن إنجاز تطور حقيقي في مسألة تمكين اللغة العربية في الوطن العربي؟ هل يمكن فعل ذلك بدون رؤية سياسية، بدون قرار سياسي، سواء كان في جامعة الدول العربية أم حتى في الدول العربية منفردة؟ بالتأكيد في هنالك حاجة إلى كل هذا مع بعض. الحاجة الرسمية مطلوبة، الحاجة المنظمة من خلال جامعة الدول العربية ومن خلال الدول العربية كجماعة وكفرادة. هنالك عدد من الدول العربية اتخذت كثير من القرارات المعينة لسلامة اللغة العربية وللحفاظ عليها داخل حدودها. السودان مثلا، بدلا من أن كانت تدرس حتى الثانوية باللغة الإنجليزية، صار التعليم الجامعي كله باللغة العربية كقرار حكومي رسمي. صارت المكاتبات الرسمية كلها باللغة العربية بغض النظر عن إلى أي جهة ترسل، وترسل معها ترجمات غير رسمية بأي لغة يفهمها المخاطب. فهذه التشريعات مطلوبة من الدول. الأردن مثلا أقر قانون اللغة العربية الذي تحدث عنه أحد الإخوة الكرام، في أن الدولة معنية أيضا بالتشريع لصالح اللغة العربية، لا يأتي العامل دون أن يعرف شيئا من اللغة العربية. وكذلك وصف بعض الإخوة في الأردن كذلك نظاما يشبه التوفل ويشبه الامتحانات التي تعقد للتعرف على مستوى الداخلين إلى أي مجتمع جديد، كالتوفل في اللغة الإنجليزية والآيلتس أو غيرها من ما ينظم لاختبارات اللغة. طيب. اللغات المختلفة حول العالم. فهذه التشريعات، هذه التنظيمات، ما يقوم به عثمان السعدي مثلا في الجزائر حماية اللغة العربية، ومن سنوات عديدة أيضا من المشروعات التي ينبغي أن تشجع ويدفع بها إلى الأمام. ما تقوم به جمعية اللغة العربية أو تنظيم اللغة العربية أو ما تسمى بصاحبة الجلالة، النشاط الضخم الذي يقام في لبنان وتنظم له لقاءات سنوية في دبي وغيرها من المدن، أيضا ينبغي أن يشجع، وأن أيضا يعاد تمثيله في دول أخرى من دول العالم. سوريا مثلا كواحد من الدول التي تقدمت غيرها في تعريب المناهج الدراسية على المستوى الجامعي. نعم. منذ زمن بعيد. فهذه المبادرات سواء كانت حكومية سواء كانت شعبية ينبغي التواصل بينها، ينبغي التشبيك بينها حتى تتكامل هذه الجهود وتنهض باللغة العربية في مجتمعات العرب جميعا. وهذا ليس أمرا مستحيلا وليس صعبا،
ويدعو للتفاؤل ولا يدعو للتشاؤم وجل الذات كما ذكرنا كما ذكرت سابقا. طيب دكتور أحمد، في الدوحة يعني نسمع مبادرات، هناك نوع من الحركة في المنطقة العربية، إذا جاز لنا أن نسميها رعشة حياة فيما يتعلق بإعادة إحياء اللغة العربية على ألسنة الناطقين بها. أريد أن أسألك أكثر من رعشة حياة. جميل، هذا شيء يدعو للتفاؤل، لكن هذه المبادرات يشعر بأن التركيز الكبير والثقل ليس موضوعا في المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه، وأقصد الأطفال، جانب الأطفال. يعني في المدارس هناك كثير من الأساتذة يعني لا يمتلكون لسانا عربيا قويما، يلقون المواد التدريسية على الأطفال باللهجة المحلية، فيقع نوع من الاقتراب بين الطفل وبين لغته مع مر الوقت. كيف يمكن الإفادة من هذه الشريحة المجتمعية المهمة، تعزيز اللغة العربية وتمكينها لدى الأطفال؟ يعني بالحديث عن الأطفال لابد من بيان أن الأطفال هم الشريحة الأهم. إذا أردنا أن ننهض باللغة العربية في المستقبل ينبغي التركيز عليهم وإنجاز ما يطلبونه. والطفل يعني مولع بالاكتشاف ومولع بأن يبحث كل يوم عن جديد، ولذلك الآن نحن في عصر رقمي، وهناك شيء خطر جداً الذي هو توجه الأطفال نحو السرعة، وأنهم يريدون المعلومة خلال أقل من نصف دقيقة، ربما بعشر ثواني، إذا لم تعجبه مباشرة يحرك إصبعه ويغير المادة فيما هو متاح له من أجهزة التقنية الحديثة. نحن أمام تحدي حقيقي في هذا المجال، ولذلك إذا لم نكن متطورين، وأعني كلمة متطورين تقنياً ومنهجياً وفنيا من جهة الجودة الفنية وحسن اختيار العناصر المكونة للمادة التعليمية، فإن الطفل لا شك أنه سينصرف عنها. من المؤهل للقيام بهذا الدور دكتور؟ المؤهل للقيام بذلك هي الحكومات المسؤولة، وأعني كلمة المسؤولة التي يعني عندها هذا الهم من أجل النهضة بأطفال العالم العربي. هناك منصات تعليمية فيزيائية قامت وهي تمد المناهج ما يسمى المناهج الإثرائية أو التعلم اللاصفي، وهي قائمة في عدد من الدول العربية، أذكر مثلا مبادرة منصة مدرسة ومنصة تعلم، هناك العديد من المنصات، أيضا هناك عدد من البرامج الأطفال التي يحبها الأطفال والتي تساير هذا التطور الرهيب الذي يحدث من حيث السرعة ومن حيث ضغط المادة المنجزة في هذه يعني الأفلام أو المقاطع، وهي تقوم بمد هذا الطفل بهذه المنجزات. الطفل مفروض عليه أن يذهب إلى المدرسة من أجل أن يتعلم، والتعلم هناك يعني نحن نأمل من الأساتذة والمدرسين عموما، المعلمين والمعلمات، أن يعلموا باللغة العربية الفصيحة، لأن الطفل يعتقد أن الأستاذ هو مصدر لا يخطئ، هو مصدر لمعرفة موثوقة 100%، يعني أكثر حتى من الوالدين. صحيح. وبالتالي إذا تكلم الأستاذ اللغة العامية أو اللهجة العامية، ظن الطفل أنه هذا هو يعني هذه هي السياسة وهذا هو الخط الصحيح في الحياة، وهو غير صحيح على الإطلاق. أيضا نحن في حاجة إلى معالجة قضايا جدا مهمة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية، وأهم هذه القضايا أخي الكريم، مثلا خذ قضية عندما يدخل الطفل إلى الروضة أو إلى الصف الأول الابتدائي، نحن نعلمه حروف اللغة العربية، نحن نعلمه أسماء الحروف ولا نعلمه أصواتها، ولذلك يشعر بشيء من الغربة بين صوت الحرف وبين اسم الحرف. ونحن عندما نعلمه ألف هو عنده مشكلة، يعني هذه ألف ولكنها في الكلمة أو مثلا الباء باء وبو وبي وب، فعنده مشكلة في هذا. نعم. إلى الآن لم تحل هذه المشكلة في المناهج التعليمية. طيب. عموما تحتاج إلى حل. يعني هناك شيء أنجز وهناك شيء ينبغي المبادرة إلى إنجازه. بالذي أنجز معذرة دكتور أحمد، بالذي أنجز وتحقق، يعني نتحدث عن مثل حي بيننا في هذه الحلقة. دعني أنتقل إلى نواكشوط الأستاذ محمد. أنت لديك نشاط واضح في دعم اللغة العربية داخل موريتانيا، وأنت الأمين العام للحملة الشعبية للتمكين اللغة العربية في موريتانيا، وأنت كذلك كنت من الداعين لحملة واسعة لحث
القادة العرب في القمة العربية الأخيرة على تمكين اللغة وتأسيس منظمة دولية لهذا الغرض. لو حدثتنا بشيء من الموضوعية أستاذ محمد عن الصدى الذي لقيته جهودك وما الثمار التي جنيتها حتى الآن من هذه المبادرة العملية. شكرا. أعتقد أنه وهذا سأعطي مثال، للأسف نحن مثلا نحن لدينا في موريتانيا لدينا قانون للإشهار، قانون للإشهار يفرض أن تكون لكل الإشهارات بالعربية، وين اقتضى الأمر أن تكتب لغة أجنبية، لكن بشروط معينة، أن تكون اللغة العربية في أعلى، أن تكون بخط أكبر أو في يمين كان أفقي كان الكتابة أفقية، وأن تكون سليمة من الأخطاء. لكن كل هذا لا يحترم هنا، لدينا فوضوية كبيرة في كتابة اللافتات. نحن قمنا بحملة في هذا المجال وأصبحت تعطي أكلها حتى في ترقيم السيارات، المرسوم المراسيم المنظمة لترقيم لوحات السيارات في موريتانيا أصبحت تفرض أن تكون بالحروف العربية وبالأرقام العربية. لكن كان إلى فترة قريبة عندما تضع حرف عربي يعتقد البعض أنك تخالف القانون أو أنك جئت بشيء مجرب، لأن الناس تعودت على شكل معين، أصبح بالفعل الحملة أصبح الناس يعون بأن السليم والعكس. في قطاع الرياضة، ونحن لدينا قطاع الرياضة من أكثر القطاعات تفرنسا في موريتانيا، كان شعار المنتخب الوطني الموريتاني لا يوجد فيه حرف عربي واحد. نحن فرضنا تغيير هذا الشعار، فرضنا أيضا أن يكون الخطاب وأن يكون لسان اللغة العربية لسان الرياضة في موريتانيا على الأقل في منابرها الرسمية باللغة العربية وفي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، والمستفيد وهذا ما نريد أن نلفت إليه بانتباه كثيرة، المستفيد هذا الاتجاه. لأنه بعض الأحيان، وهذه لاحظتها وسأقولها بشكل مختصر، عندما تقع أزمة في موريتانيا فاللجوء يتم إلى العربية، ولكن عندما لا تكون هناك أزمة يتم الحديث بالفرنسية. عندما جاءت أزمة كورونا نحن لم نقم بتوعية ضد كورونا بالفرنسية، بل لجأنا إلى العربية، ولجأنا لأنه غالبية الناس تفهم هذه. عندما يجد وزير مشكلة أو قطاع معين يجد مشكلة ويريد أن يقدم توضيحات، وهو يلجأ حصرا إلى العربية، لأنه يعرف أنه عندما يتحدث العربية ستسمعه قاعدة عريضة. لكن هناك خلل. إذن الحملة قامت جهود كبيرة، نحن لأول مرة في موريتانيا وهذه من جهود الحملة نظمنا أسبوعا في السنة الماضية أسبوع احتفال باللغة العربية على اليوم. أرجو الاختصار دكتور أستاذ محمد، أرجو بدقيقة من فضلك. السفيرة الأمريكية في نواكشوط تكلمت باللغة العربية في هذا اليوم واحتفلت بالأسبوع، السفير الألماني، السفير الياباني، كل هؤلاء أدركوا بأن هناك تعارف أصبحوا يتحدثون بالعربية في هذا اليوم أغلب صغار. طيب أستاذ محمد، يعني أرجو المعذرة، أدركني الوقت، لم يبقى لي إلا دقيقة، يجب أن أذهب إلى 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 سقاريا لأختم مع الأستاذ الدكتور الصادق. يعني لاحظت أن هناك مبادرات كثيرة لكن يعوزها نوع من التنظيم. سؤالي هو، هذه المبادرات الفردية في ظل الغياب الحكومي، هل ثمرتها هي تقليل الخسائر فيما يتعلق بتمكين اللغة العربية أم تحقيق المكاسب؟ هي تحقيق المكاسب بالتأكيد. الخسائر لا أتفق أن هنالك خسائر بهذا المعنى الذي يجعل كل هذه الجهود هي لتقليلها، إنما هي لتعظيم المكاسب. هنالك جهود كثيرة بغير التي ذكرت، وكذلك هنالك جهود حكومية ينبغي أن لا نغمط الحكومات أو كثير من الحكومات الجهود التي تقوم بها لحماية اللغة العربية. هنالك تشريعات في أكثر من بلد عربي صدرت لحماية اللغة العربية وللحفاظ عليها ولجعلها كذلك ضابطا للعمل العام، للوظيفة العامة في الدولة المعينة. تعريب التعليم مهم جدا بالنسبة للأجيال القادمة، أيضا الحرص على وسائل الإعلام الناطقة بالعربية في داخل حدودها مهم جدا، زيادة المحتوى العربي داخل هذه الشبكة العنكبوتية العالمية مهم جدا لنشر اللغة العربية، التعاون فيما بين البلاد العربية في زيادة الدعم للغة العربية أيضا من الأشياء المهمة جدا. نعم دكتور الصادق، معذرة أدركنا الوقت. ختاما مشاهدي الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام الذي شاركونا في حوار في هذه الحلقة،
من نواكشوط العاصمة الموريتانية الأستاذ محمد الأمين الفاضل الأمين العام للحملة الشعبية للتمكين اللغة العربية في موريتانيا، وكذلك من مدينة سقارية التركية الدكتور الصادق الفقيه الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، ومن الدوحة العاصمة القطرية الدكتور أحمد نتوف أستاذ البلاغة والنقد بقسم اللغة العربية في جامعة القطر. الشكر موصول لحضراتكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.